السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. بناء على طلب كتير من الخوات، وأنا آسفة كتير كتير على الفيديو اللي نزلته قبل يومين، هو العلاج طبيعي للصلع للنساء وللرجال. هذا الفيديو ما بعرف، يمكن النت عندي هون بالبيت ضعيف، وأنا متأكدة لأن كان النت عندي ضعيف، وعشان هيك الفيديو كان ابدا مش واضح، ما في صوره حسب ما حكولي البنات. بس المشكله انا يعني بعرضه عندي بيطلع الفيديو، مو مشكله حبايبي، انا حبيت اعمل لكم الفيديو. قبل ما ابدا بالفيديو حبيباتي، انا اذا اطول بالفيديو وشايفيني كتير اطول، انا اقدر اختصر الفيديو واقدر اطلع لكم بس شلون نقول الوصفه، ويعني اطلع بكل احترام، بس انا اكثر المرات اجاوب على الخوات اللي بيطلبون من عندي نوبات بالهاي، ودائما احاول اشرح لكم عشان اذا ما رديت بالتعليق بيكون بالفيديو واضح لكم، عشان هيك بيكون الفيديو عندي شويه طويل. ما عندي اي قصد من هذا الموضوع. بالنسبه قبل ما ارجع اعيد لكم، انا بس راح يعني اورجيكم كيف تسووه. بالنسبه للخوات اللي حكولي ان رائحه الثوم العفو رائحه التومه او زيت الاوميجا 3 حكولي ريحتها كتير قويه. حبايبي ريحه الاوميجا صدقوني ما راح تختفي نهائيا مع القرنفل، زين نهائيا راح تختفي وما راح تبان ابدا. وانا شخصيا هاي الوصفه طيب مسويتها ومجربتها، طيب يعني ما راح تاثر، لا تخافون، وما راح تبقى الريحه بالشعر. بالنسبه للخوات اللي كتبوا لي بالتعليقات حكوا لي خايفين احنا لا يبقى شلون نقول الريحه بالشعر، فصدقوني حبايبي ما راح تبقى الريحه نهائيا بالشعر. زين بالنسبه للخوات اللي كمان كتبوا لي بيقولوا لي يعني تنفع لو ما تنفع، تنفع وانا متاكده تنفع، بس كل وحده حسب استجابه شعرها. صدقوني حبايبي كثير منيحه وكثير كويسه. هسه انا راح يعني اذكر لكم المواد. راح تحتاجون حبايبي الى القرنفل المطحون ملعقه وسط، هذا هو طيب، هذا هو القرنفل زي ما ورجيتكم اياه، بس انتوا ما طلعتكم الهاي، هاي المسامير تبعت القرنفل، هذا القرنفل. راح تحتاجون ملعقة وسط من مطحون القرنفل، ملعقة وسط من مطحون القرنفل، يعني تاخذين ملعقة ولازم تطحنيها انتي، زين ما اريده مطحون عشان بيكون الزيوت لسه باقية فيه مو ناشفة، عشان هيك بحكي لكم اطحنوا اول باول. ملعقه وسط من القرنفل. طيب اللي عندها الخوات كتبوا لي عندنا زيت القرنفل احنا سويناه سابقا، بيصير نسوي؟ بيصير تاخذين زيت القرنفل اللي عملناه من زيت الزيتون وتعملين فيه هاي الوصفه، اكيد بتصير. طيب حبايبي، واللي ما عدا تعمل زي ما بحكي لها، ملعقه وسط من زيت القرنفل، العفو ملعقه وسط من القرنفل، او تستعملون القرنفل زيت القرنفل اللي سويناه احنا مع بعض. طيب راح تحتاجون 4 أو 5 كبسولات من الاوميجا 3، 4 أو 5 كبسولات من الاوميجا 3، ما راح ياثر اذا حطيتوا 4 أو إذا حطيتوا 5 ابدا ما راح تاثر. اذا كانت الكبسولات عندكم كثير كبيره تقدروا تحطون 3 كبسولات، انا لان عندي هون الكبسولات كثير صغيره طلعوها مو كثير كبيره، حطيت من عندها 5 أو 4 مو مشكله، بس انتوا تقدروا تحطون 3 أو 4 اذا كانت عندكم الكبسولات كثير كبيره. زين وراح تحتاجون الى زيت الخروه. زيت الخروه حبايبي شو اسمه، زيت الخروه انا صراحه ما عندي، ما جايبه من العطار، بس انا عندي زيت الخروه اللي هو بيكون على شكل كبسولات نفس كبسولات الاوميجا 3 انا عندي، بس يكون كتير مركز، والبنات اللي عايشين بالمانيا موجود بالدي ام، وسعره كتير رخيص ب3 يورو يمكن و99 سنت او 3 يورو 49، ماني متأكدة بالضبط. تاخذون تحطون 6 7
كبسولات او 5 كبسولات، واللي ما عندها من هاي الكبسولات تحط ملعقتين اكل من زيت الخروع، ملعقتين اكل من زيت الخروع. راح تحتاجون كمان حبايبي الى زيت الثوم. زيت الثوم بدنا اياه الاصلي، الاصلي الكويس، مو بس ريحه، بدنا تكون الخلاصه تبعت الثوم فيه. فبحاله ما عندكم زيت الثوم وما متاكدين من عنده، تاخذون حبتين من الثومه وشو بتعملوا لها؟ بتقشروها وبتكسروها، تكسروها هيك بايدكم تكسروها وتحطوها بالعلبه زي ما انا هون مسوي، يعني ما خلطتها بس كسرتها وحاطتها. فصين من ذول، 2 من الثوم. طيب حبايبي، وراح تحتاجوا زيت زيتون، فنجان من زيت الزيتون، زين فنجان من زيت الزيتون. حتى لو زادت الكميه حبايبي ما راح ياثر نهائيا. وتاخذي هذا والسيبي تقريبا 4-5 ايام، حتى لو اسبوع ما راح ياثر، بالعكس احنا بدنا كله ينخلط مع بعض. طيب راح ما راح تشتموا على فكره، ريحه زيت السمك ما راح تشتموا، اللي راح تشتموا على فكره هو ريحة الثومة، بس كمان مو كلش قوية، يعني مو كلش قوية. راح تخلوه هيك بالمطبخ، تسيبوه مدة 4-5 ايام 6 ايام، وبعديها تستعملوه. كيف تستعملوه؟ تحطوه على شعركم على اللحم، وحتى لو صار على الشعر ما راح يأثر، تخلوه على اللحم كله وتفركوه على اللحم، وبعدين يعني ساعة ساعة ونص وتغسليه من شعرك زين كالمعتاد حبايبي. وانا اكيد انتم شفتوا الفيديو وانا حكيت لكم عن فوائد القرنفل، القرنفل كتير كويس للشعر، يعني حتى تقدرون بعد ما تستعملون هذا عشان ريحة الثومة اذا ظلت، فشو بتسوون؟ تغلون القرنفل وتاخذون بس المي تبعته، تقدرون تشطفون اخر شطفة بالقرنفل، بالماء القرنفل، كتير كويس حبايبي. اتمنى من عندكم حبايبي انكم تجربوا هاي الوصفة وانها تنال اعجابكم. انا عارفة نالت اعجاب الجميع، بس يعني انا كتير اتأسف لان هالوصفة ما كان الفيديو يعني معروض، بس حسب ما حكولي كانت الشاشة سودة، فأنا آسفة آسفة كتير. وأشكر كل الخوات وعلى كل التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتمنى من عندكم حبايبي أنكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وأنا آسفة كتير لأني صايرة أتأخر عليكم بالفيديوهات، بس إن شاء الله بس يعني هاليومين اسمحوا لي، بعديها رح أكون معاكم خطوة بخطوة. ومع السلامة.